نجي نكمل نشوف هسه هاي هنا الحالات المقبولة والما مقبولة. بين العقدة واحد والاثنين لاحظوا اكو مسارين، هذا A ومسار B. هاي العملية غلط، احنا قلنا بين عقدتين اكو مسار واحد. من العقدة واحد للاثنين اكو مسار A، ومن الواحد ثلاثة اكو مسار B. وخل نفرض احنا من الاثنين اكو فد مسار ثالث، والسي بعد ما محدد لي فد وين يروح، فما يصير اتركه هيجي. اذا هذا المسار اللي ورا هنا ورا الثنين قال ترى هو ينطلق من الاي ومن البي، فلازم ما دام ينطلق هم من البي فلازم البي نكملها نربطها بالاثنين. عقدة ثلاثة تنربط لازم بالعقدة اثنين، واسوي لها مسار وهمي على مود من يقول النشاط اللي بادي ورا اثنين بالفعل هو راح يعتمد على الاي وراح يعتمد على البي. لو قايل بس يعتمد على الاي عوفه ما يحتاج، اشوف بعدين البي وين يروح. هنا شوفوا هاي الحاله، عندي الاي النشاط الاول من الاي للبي، نشاط الاثنين للبي للسي، مستمرات لهنا للسي للاف، وطالع من الاي من النشاط الثاني رقم سبعة للدي، بعدين هنا من الدي للسي، من ال هذا من العفو للاي، ومن الاي للاف هذا هم نشاط. اذا بدا منا مسار عندي وبدا منا بس انغلقا بالاف، هذا المسار صحيح. اما لو اجي اتابع هذا اني اشوف بادي المسار منا وراجع على اول واحد، هذا غلط. يعني انا بديت من اول شغله من اول عمليه وبديت بها ورجعت من نفس النقطه، هذا غلط. احنا نبدي بعقده وننتهي بعقده اخيره، ما نرجع للاولى، ما مسموح لنا نرجع، ولا ما لا اي قيمه معناها المشروع. المشروع الى نقطه بدايه والى نقطه نهايه. اجي هسه ناخذ اكزامبل شلون راح نبدي برسم المشروع مالتنا قصدي النتورك. هاي هنا النشاطات، هاي الاسلاف يعني النشاط اللي يسبقها، وهاي مده الفتره كم يوم كل نشاط ياخذ. النشاط اي كل شيء ما قبله، شو بنحط هاي النقاط معناها ماكو فشي قبله. اذا النشاط اي ابديه بهاي العقده واحط لها واحد، واحط لها سهم العقده ثانيه، هياتها كتبتها ثلاثه. النشاط بي يقول كل شيء ماكو قبله، اذا خلص اطلع من الواحد همينه سهم واروح العقده اسميها اثنين. هاي شنو هاي؟ انه من واحد اثنين هذا النشاط بي كل شيء هم ما يسبقه، انه هو والاي كل شيء ما سبقهن، فبدا اثنينهم من من العقده واحد. بعدين يقول لي السي يسبقها الاي والبي، هاي السي وين السي؟ هاي السي، يقول لي السي يسبقها الاي والبي، اوكي هذا الاي سبقها، بس يقول لي السي يسبقها البي، زين البي منا لهنا على مود هو يكون قبلها لازم يرتبط بالثلاثه، فش سويت له؟ سويت له هذا الخط الوهمي. هسه السي شوف النشاط سي بالفعل سبق الاي وسبق البي اللي هو هذا السهم مالته منا البي تسعة قدام. طبعا كل واحدة من عندنا احط لها الرقم مالتها. النشاط اي نشاط اي 6 ايام ياخذ، حطيت له 6. نشاط بي 9 ايام، خليت له 9. كل نشاط كل حرف احط يمه بالضبط هو ايش قد ياخذ. بعدين شو يقول لي؟ يقول لي الدي نشاط دي قبل الاي والبي، اذا معناها هم الدي دا ينطلق من الثلاثه، وبنفس الشيء همينا يعني المخطط هذا بعد خليت الدم ما ياثر هاي، فانطلق من حطيت سهم وحطيت له عقده سميتها اربعه، هذا شنو هسه؟ هذا النشاط دي، وحطيت لهم الرقم مالته اللي هو 7 ايام عليه، خلصنا لهنا المخطط. بعدين شو يقول لي؟ نجي على الاي، يقول لي الاي يطلع من الدي، يقول لي الاي النشاط اي يسبقه نشاط دي، اجي احطه هنا انا يعني هذا مو دي، يقول لي نشاط اي يسبقه دي، اذا من العقده اربعه اطلع سهم، بس انا ما احدد راسا لهنا، انا ما اعرف لي وين راح يروح، احتمال يروح لغير عقده، بحط سهم بالبدايه صغير. اجي على الوراء اشوف شنو عندي بعد، يقول لي السي والاي ترى يطلعن من الاف، العفو الاف الاف يسبق السي والاي،
عفوا ال F يسبق ال C وال E. إذا هسا أنا مو حددة كنت محددة لل C عقدة، مدام يقول لي ال F ترى يسبقها ال C وال E، معناها ال C وال E مرتبطات بهالعقدة، أربطهن بعقدة واحدة، ومن العقدة هاي أطلع النشاط مالت ال F وأخلي هنا أنا آخر عقدة اللي تاخذ آخر رقم اللي أكبر شيء هو اللي هو 6. خلصنا المخطط مالتنا، هذا أول مثال. تعيدوا فد مرتين ثلاثة إلى أن تشوفون شلون أنا مسويته. يراد شوية تركيز على مود ما تخبطون. أجي هنا أنا هسة، هنا ما محدد لي وقت، فقط النشاطات والسلف مالتهن، الشيء اللي النشاط اللي يسبقهن. الـ A كل شيء ماكو قبله، إذا أحط أول عقدة هنا أنا واحد، ومن الواحد لاثنين أحدد النشاط A. الـ B يسبقها الـ A، إذا من العقدة اثنين أطلع سهم B. الـ C هم يسبقها الـ A، إذا هياتها حطيت عقدة أربعة جيب السهم من الاثنين عليها. الـ D يسبقها الـ C، وين الـ C هياتها؟ الـ D يسبقها الـ C فأطلع من العقدة مال الـ C السهم وعوفه، أحط قدام عقدة أو احتمال ما تجي عقدة، احتمال هو يرتبط بالنهائي أحطه. بعدين أجي على الأف، الأف يسبق البي، إذا من عقدة هنا ثلاثة هاي البي من عقدة ثلاثة راح أطلع سهم أف. الأتش، الأتش يقول يسبق السي، فمعناه هسه أنا طلعت الدي من السي وأطلع الأتش من السي، أطلع الأتش من السي، سهمين طلعن من العقدة أربعة ما يأثر، لأن رايحات العقد مختلفة. بعدين يقول الآي، الآي يسبقها الأف والأتش، زين هاي الأف وهاي الأتش، الآي يجي قبل وراهن، معناها أربطهن اثنينهن بعقدة واحدة وأطلع الآي، أربطهن اثنينهن بعقدة واحدة وأطلع سهم الآي من عندها. بالنهاية يقول لي الجي يسبق الآي، إذا مدام هاي الآي أطلع من العقدة مالتها جي وأحط له عدد وخلاص، رقم آخر رقم وخلاص أوقف. كل شيء بعد ما عندي الدي بقت، الدي هو ما قايل لي أكو فشي وراها، فأنا شو أسوي؟ أحط دمي، أحط دمي هنا وأرتب العقدة ثمانية، لأنه لازم يروح عن كلهن، كل الأنشطة مالتي كلها تنتهي هنا، ما يصير أطلع منها هذا السهم من أربعة دي وأعوفه هيجي، ما يصير، لأن هذا النشاط مرتبط بشبكة كاملة، تبدو بعقدة واحدة وينتهي بعقدة واحدة، فلازم كلهن يربطن. هاي هسه المثال الثاني. الهوم وورك مالتكم كتبتم هنا، هذا جوب بروجكت، مشروع مال شغل، كاتبت لكم اني الاكتيفيتي والاسلاف مالتها، يعني الاشياء الانشطه اللي قبلها، كل واحد شنو قبله، ومحدد الايام. ترسموا لي المخطط، هذا الواجب الاول. هسه نجي على واحده من الطرق اللي هي طريقه المسار الحرج، راح نستخدمها لايجاد افضل مسار للمشروع، كريتيكال باث ميثود او اختصار السي بي ام. بافتراض هنا انا اشوفه، بافتراض مده كل نشاط معروفه، هاي الطريقه السي بي ام لازم مده الانشطه معروفه. احنا قلنا البيرت مش مالت البيرت ما نعرف الوقت مالتهن، فراح ذاك نلقى احتماليه، بس هنا لا، هاي سهله، مده كل نشاط معروفه عندنا. هنا انا هاي الطريقه استخدمها لايجاد مدة المشروع، وهو أطول مسار في شبكة المشروع، لأنه شو لو تشوفون المسار هنا اللي قبل سويته، أكو أكثر من مسار إله، لاحظوا، شوفوا عندي هسه هذا مسار أجل، وعندي هذا منه للأربعة للخمسة، هذا قاعدة أمشي عليه أنا مسار، عندي هذا همين مسار، فواحد من عندهن هو اللي ينطيني أقرب شيء. يمكن الحساب هنا باستخدام السي بي ام، باستخدام طريقة الفحص اللي هي مخطط الشجرة، أو طريقة المرور الأمامي الخلفي، هاي ناخذها المحاضرة الجاية، هسه ناخذ مخطط الشجرة، بس على المخطط بنمشي ونحسب. أجي هنا أنشطة الحال، عفوا الأنشطة الحرجة. الأنشطة الحرجة شنو هو هذا؟ عندنا نوعين من الأنشطة، أنشطة حرجة وأنشطة غير حرجة. النشاط الحرج هو النشاط اللي يبدأ بوقت وينتهي بوقت مثبت مسبقا،
تأخير هذا الوقت مالت البداية والنهاية مال هذا النشاط مالتنا راح يسبب تعطيل كامل لوقت المشروع، راح يصير عندنا مشكلة بالمشروع اللي يتعطل، لأنه احنا محددين مثبتين ما عندنا سبير. أنشطة غير الحرجة شنو؟ هاي الأنشطة يمكن نرتب الجدولة مالتها بوقت نعطي شوية إضافي من عندنا، وقت أطول من المدة المحددة. يعني عندك هسه أنت حايل تقدر تبني بيوم، نعطيك يومين، نعطيك 3 أيام احتياط، أخاف يوم مرضيت شيء، هاي يسموها أنشطة غير حرجة. إذا أتعطل واحد أو 2 من الأنشطة لسبب معين ما راح يسبب تعطيل المشروع، يظل المشروع يكمل بالوقت اللي إحنا نحدده. عندنا إحنا بداية ونهاية مشروع ثابت، لكن الداخل مالته نقدر شوية نطول به. هسه شلون نحدد مسار الحرج؟ بيه 3 خطوات. الخطوة الأولى، أولاً نكتب كل المسارات، راح أباوع نشوف شلون راح نكتب كل المسارات، هيئة المسارات. المسار الأول يبدأ من عقدة 1، 2 ويا يتباوعوا، 3 يروح للـ4، العفو الأجل من 3 للـ5، للـ6 للـ7، هذا المسار الأول حياته. الباث رقم 2، 1 للـ2 للـ4 للـ5 للـ6 للـ7. المسار الثالث من 1 للـ2 للـ4 للـ6 للـ7. هذا أول خطوة، حددنا المسارات. ثاني خطوة شو يقول؟ يقول حدد المسار الأطول. تحدد المسار الأطول، العفو حدد هاي ثاني خطوة، حدد الوقت الكلي لكل مسار. إيش أسوي؟ المسار الباث الأول أجي أحسب إيش قد هنا أنا منطي أيام؟ 2 و4 6 و10 16 و6 22 و8 30. المسار الأول ياخذ 30. المسار الثاني أحسبه 2 + 7 + 5 + 8 + 6. المسار الثالث 2 + 7 + 13 + 6. يعني كل مسار ايش كتبت اني السهم مالته شكو عليه رقم مالت الايام مالت النشاط اجمعهن. احنا جمعتهن، شوفوا المسار الاول جمعت الايام مالتهن عددهن مال النشاطات 30 يوم، الثاني طلع 28، الثالث لا 26. الخطوة الثالثة شو يقولي؟ يقولي حدد المسار الأطول. ليش ناخذ المسار الأطول؟ لأن هو هذا اللي خلينا بأمان. المسار الأطول هو اللي أخذني يخليني بأمان، أخاف يتعطل أحد شيء. فناخذ المسار الأول اللي هو 30 day، فهذا هو الكريتيكال باث مالتنا. نجي هسه على الهومورك مالتكم. هيات الهومورك شنو هو؟ تحسب الكريتيكال باث المين للجوب بروجكت اللي هو هيات هذا اللي اعطيتك اياه. هذا بالبدايه هنا اعطيتك الواجب اني سوي لي المخطط، والهومورك الثاني تلقي لي المسار الحرج مالته حسب هاي الطريقه اللي شرحتها اني، وتدز لي الواجب على الموديل زين، وهمين على الايميل اذا تريد، ماكو مشكله زين، بالذات اللي ما يقدرون يروحوا يهدزوا على الموديل. شكرا جزيلا. تركزوني وياه شوية، ترى موضوع سهل مو صعب، بس بدون التسجيل مرة واثنين عن بس تتأكدون شلون ترسمون الرسم، كلش مهم.